بدي احييكم مشاهدينا مع الحال عنا عبر الام تي في. وبالبدايه عم نحتفل بيوم الارض، ولما بنحكي عن الارض يعني اللي جامعه كلها البشريه وكل ما اعطانا من مكونات وثروات بهالارض حتى تكون حافظ عليها اولا، ثانيا تكون بمتناول البشر، اولا البشر الاحياء بعدين النبات والحيوان، لانه اكيد كتله مترابطه. طبعا هذا الوباء، وباء الكورونا يلي اليوم حاجر البشرية كلها، كلنا معنيين اليوم باتخاذ كافة الإجراءات لترجع الأمور إلى طبيعتها، ولنحافظ أكثر على كل الثروات، ولنحافظ أيضا على الأرض والطبيعة والبيئة. 23 نيسان أيضا هو عيد مارجري السنعاد على كل يلي بيحملوا هالاسم. وبالبداية رح بلش بالمعلومة. بمعلومتنا لليوم بدي أذكر بالبيان اللي صادر عن مجلس نقابة أطباء لبنان بإطار قرار التعبئة العامة. تبلغ مجلس نقابة الأطباء حصول بعض التجاوزات في اتخاذ قرارات الحجر وتطبيقها، لذلك دعت نقابة الأطباء، كانت دعت إلى اتخاذ درجات التعاون بين البلديات والأطباء. اليوم عم بتجدد هذه الدعوة للبلديات للتعاون مع الأطباء كل ضمن نطاقه، وطبعا بتشدد على حرية التنقل للطبيب لمعاينة مرضاه على كامل أراضي اللبنانية من دون قيد أو شرط أو اعتراض، واجب السرية المهنية، حق المريض باحترام خصوصيته وعدم التداول بوضعه الصحي إلا بين الأطباء المسجلين بنقابة الأطباء والملتزمين بقانون الآداب الطبية، رفض التشكيك بتقرير أي طبيب وطلب الأطباء رفض مناقشة مع أي مسؤول محلي غير طبيب، واجب الطبيب الإبلاغ عن الحالات للوزارات المختصة ووفق الإرشادات الوطنية وهو مسؤول عن ذلك، وهو مسؤول عن التأكد من عدم طبعا إفشاء أي معلومات لأي جهة أخرى إلا ضمن القوانين والتعاميم ذات الصلة. القرارات الطبية كفرض الحجر والعزل أو رفعه وطلب فحوصات هي قرارات طبية تعود إلى الأطباء حصرا، والطبيب هو المسؤول عنها وعن نتائجها، وترفض نقابة الأطباء أي تدخل بهالقرارات إلا من قبل الأطباء وفي إطار الزمالة والتعاون والتنسيق. وأخيرا بتشكر البلديات على جهودها وبتذكر دور الأساسي والمحوري في الشق التقني والتنفيذي والتشديد بها الإطار على أن يكون لكل بلدية طاقم طبي يتولى المتابعة مع المرضى ضمن ضوابط احترام الخصوصية وقانون الآداب الطبية. من المسؤول؟ مع من المسؤول؟ طبعاً يعني 24 نيسان هو ذكرى الإبادة الأرمنية 1915-1916. حبيت اليوم أني ضوي على هذا الموضوع، إن شاء الله يكون صار معنا معالي الوزير السابق كيدانيون، أفيديس كيدانيون، حتى نشوف شو هو النشاط يلي اليوم دعيت له الأحزاب الثلاثة إضافة إلى المسؤولين الزمنيين والروحيين في نشاط اليوم مسائي، وحتى لا ننسى. بس يصير معنا الاتصال أكيد، نحن صار معنا كثير منيح معالي الوزير أفيديس كيدانيون. صباح الخير لك وللمشاهدين ست ريبيكا، ولك كمان ولكل الأرمن في لبنان والعالم يلي كل سنة نحن وياكم نتذكر الإبادة الجماعية الأرمنية 1915-1916. واليوم في عندكم نشاط هي دايما حتى ما ننسى، بتخبرنا أولا على هذا النشاط، وثانيا وين صارت اليوم الاعتراف والتعويض؟ عظيم. أول شيء شكرا على هالاستضافة، واستضافة عن بعد لأنه هذا المفروض بالوقت الحاضر. صحيح ست ريبيكا، نحن أول شيء تنكون واعيين اليوم العالم كله عايش بأزمة كتير كبيرة اسمها كورونا، ونحن صحيح لبنان بأوج هذه الأزمة الصحية والاقتصادية والمالية، وبالتالي بالرغم من كل هذه الظروف نحن عم نكفي بذكرى او يعني احياء ذكرى
الإبادة الأرمنية وأحياء ذكرى اللي استشهدوا بها التاريخ، لكن بمبادرات أكثر تتناغم مع ما تفرضه كورونا علينا، وبالتالي التزام المنازل. نعم نعم، اليوم الساعة 8 مساء في إضاءة للشموع من شرفات كل الأشخاص والأفراد، كانوا أرمن أو غير أرمن، أكيد لبنانيين عم بحكي من أصول أرمنية أو غير أرمنية، بحدوا يتضامنوا معنا ويشاركوا معنا لنرح أو نحيي أرواح شهداء الإبادة الأرمنية، ونقول التباعد عم بيفرض علينا ما نكون عم نحيي هالذكرى مجتمعين مثل ما قلنا بالعادة كل سنة، لكن هذا الموضوع ما رح يمنعنا بأنه نعمل إذا بدك الجست الأقل شيء ممكن نعمل بهذا الظرف. وبكرة صباحا الساعة 10 صباحا في قداس بكاثوليكوسية الأرمن الأرثوذكس لبيت كيديكيا بأنطلياس رح يحضروا عدد كتير قليل من الشخصيات الأرمنية بحدود 60-70 شخص، ورح بيكون في عزة لغبطة الكاثوليكوس أديستو وكلمة بهذه المناسبة. نكتفي بهالنشاطين يلي هن نشاطين نحيي فيهم الذكرى، وبنفس الوقت بنكون حافظنا على مثل ما قلت الحظر الموجود من جراء كورونا، واكيد في مبادرات صغيره بمناطق معينه كلها مبادرات عن بعد. هيدا بما خاص لبنان، بالعالم كله ايضا كل المبادرات وحتى المسيرات اللي كنا منقوم فيها اجمالا بهالمناسبه هي مسيرات اونلاين، مسيرات على مواقع التواصل الاجتماعي، تنقول انه هيدي القضيه بعد مستقبلها، خاصه للسنه عم نحيي ذكرى 105 للاباده. نعم، هل هناك من جديد بموضوع التعويض والاعتراف الاعتراف صار معروف، ولكن التعويض الصراحة ستريبك نحن يعني ك إذا بدك الأجيال التي تعاقبت بعد الإبادة الأرمنية منذ 15 لغاية 2020 على مراحل عدة، كان في اعترافات من أكثر من برلمان بالدول بالغرب وبالشرق وأكثر من منظمة وأكثر من هيئة، لكن الاعتراف المطلوب هو الاعتراف من ورثت اللي كانوا هن عم بنفسوا هاي الإبادة، وعم نحكي هون عن تركيا وعم نحكي عن السلطنة العثمانية. لسوء الحظ لحديت هيدا التاريخ هيدا الاعتراف مش موجود، بالعكس هناك إنكار لواقع الإبادة، وبالتالي نحن عم نقول إنه عم نمشي خطوات بطيئة جدا يمكن بهيدا الإطار، لكن خطوات ثابتة جدا، لأنه توصلنا بالسنوات السابقة مثل قرار اتخذ أو قانون في فرنسا بجرب إنكار واقعة الإبادة الأرمنية، ومؤخرا في اعتراف من سوريا بالمجلس الشعب بسوريا، وما قبلها كان في اعتراف بالكونغرس بأمريكا، لكن هذا الموضوع ما وصل لخواتيم الإيجابية أو السعيدة. لكن نحن بنشوف أنه عم نحكي عن توجهات مختلفة ومحاور مختلفة بالعالم عم تعترف بواقع الإبادة الأرمنية، لكن الاعتراف مطلوب من تركيا، وبالتالي بعد الاعتراف نحن عم نحكي عن إذا بدك حقوق أو ترفع أو إعطاء تعويضات. الفكرة الأساسية هو الحصول على الاعتراف، لأنه هيدا يلي بمهد الطريق لكل ما ممكن يجي بعد الاعتراف. اللي عم نحكي نحن اليوم أنه هيدا الاعتراف مفروض يأتي من السلطات التركية من دون أي شروط مسبقة، وبالتالي الأمور بتكون بالسكة الصحيحة. بالله حبيت اليوم الجهود اللي عم تنصب من كل الانتشار الأرمني وحتى من جمهورية أرمينيا ومن قياداتها ومن سلطاتها ما توصلت لها النتيجة، لكن يعني إن شاء الله عاجلا أو آجلا بتعرفي الظروف السياسية تيجي بمكان ما وبتسائب أنه نقدر نتوصل لناخذ الاعتراف. من هيك نحن معالي الوزير ضوينا شمعة من هلأ بالبرنامج حطيناها حتى شكرا. ما ننسى أكيد، وبالتالي إن شاء الله كمان آجلا أم عاجلا بيتم الاعتراف بشكل رسمي وبيتم التعويض كما يليق. شكرا لك، الحل عنا. شكرا. متابعة بمتابعتنا لليوم ما صدر عن جمعية شركات التأمين بموضوع استيفاء
قروض التأمين، مش قروض، استيفاء بوالص التأمين بالسعر السوق أو بالسعر المتداول مش الرسمي، وهيدي خلقت بلبلة. وما بعرف إذا في إمكانية حتى إنه، لأنه في كتار يعني مع هذا القرار يمكن رح يلغوا عقود بوالصهم التأمين خصوصا الصحية. حركة المستقلون عملت بيان، أمين سر الحركة معنا سليمان حبيقة، يعطيك العافية، صرت معي على الخط. معك على الخط. شو أهمية هذا القرار اللي صادر عن شركات أو جمعية شركات الضمان، وإدي تأثيره سلبي على عقود بوالص التأمين خصوصا الصحية؟ أنتوا حذرتوا من هذا الموضوع. صحيح، للأسف ريبيكا هذا القرار مشحف، مشحف بحق العملاء أو المؤمنين، ونفس الشيء بالنسبة لوسط التأمين. نعم. يلي عندهم إرباك اليوم ما عم بيقدروا يستوفوا الرسوم من المؤمنين أو الزبائن تبعهم بسبب الأوضاع الوبائية والأوضاع الاقتصادية وعدم قدرتهم على سحب أموالهم من المصاريف من جهة، ومن تاني جهة شركات التأمين عم بتعاني ببعض القطاعات، يعني بقطاع السيارات، تأمين السيارات عم بتعاني جزء صغير يلي هو القطع عم تشتريها من على السوق السوداء. نعم. أما بالقطاع الاستشفائي للحقيقة ما عندها مشكلة، بعدها عم تدفع وفق العقود يلي مبرمة بينه وبين المستشفيات وبين أو على سعر الصرف الرسمي، لأن احنا عملنا صراحة تحرياتنا على هذا الموضوع، تواصلنا مع المستشفيات ومع بعض شركات التأمين يلي أكدولنا أنه بعضهم عم بيدفعوا فواتير الاستشفاء بحسب السعر الرسمي وبحسب الاتفاقيات المبرمة، ومش على فريش ماني عم نحكي، عم بيدفعوا بموجب شيكات كمان ما في إشكال. فنحن نستغرب ليش هالضغط على المواطنين، ليش هالأسلوب يلي إذا بخبرك مواطنين بقدر أبعث لك الأدلة، يعني بيقول لي يعني هلأ أنا معي 300,000 ليرة بدي شيلها من عن أولادي لأعطيها لشركة التأمين، لا أنا بفضل ألغي التأمين وما بقى أعمل تأمين وماني قادر أدفع بدي طعمي عائلتي. يعني بيظل هذا الوضع المزري يلي نحن فيه مش مقبول أبدا يمارسوا هذا الضغط على المواطنين، هذا الضغط من تجمع شركات التأمين. وبحب ألفت النظر كمان على شغلة كتير مهمة، أنه اليوم شركات التأمين إذا أخذت هذا القرار رح يقلب عليها سلبا بكذا مجال. أول نقطة هي الإلغاءات، يلي العقود المبرمة يلي مش مفروض تستوفى على السعر الجديد لأنه سبق وصدرت على السعر القديم، على سعر الصرف القديم، مش مفروض تستوفى على السعر الجديد، وهذا شيء إشحاف بحق المواطن. ويلي بده يجدد، يلي بده يجدد بحق إلا إذا كان ماشي هذا القرار، بيكون في حرية للمواطن إذا بده يجدد ولا لا، وبحق إلا هي تحدد ساعتها سعر الصرف في حال كان بده يمشوا بهذا القرار. نعم، يعني اليوم المطلوب تتدخل وزارة الاقتصاد بهذا الموضوع، يعني من سيعيد يعني شركات وهي ترقبي على شركات التأمين تتدخل لحتى تحط آلية لتنفيذ هذا القرار ويكون يطبق على العقود الجديدة أو العقود التي تجدد وليس على العقود المبرمة مسبقا. نعم. أوكي. يعني هذه من ناحية. تاني شغلة شركات التأمين يمكن بعد ما أنا منتبه إنه الأجور يلي بيستوفيها الجراج يلي بيصلح السيارة بعده بيستوفيها على السعر الرسمي القديم، وبالتالي بما إنه هي صارت عم تقبض على السعر الجديد رح يجي الجراج يزيد عليها الأعباء ويطلب منها تدفع له على السعر الجديد، لأنه كمان هي ما بتدفع باللبناني، هي بتدفع بالدولار، العقود بالدولار، أما هي هلأ لجأت لأنها تدفع باللبناني، وبالتالي بما أنه العقود بينه وبين الجراجات بالدولار رح تضطر تدفع لون إذا بدها تدفع باللبناني على سعر الصرف الجديد، وهذا بيزيد العباءة عليها ما رح يخدمها. خصوصا إذا اليوم في عدة أسعار للدولار، إذا سعر السوق يعني اليوم وصل ل 3800 يمكن، ما حدا بيعرف. هلا عم يحكوا بسعر صرف 2600 للحقيقة. نعم. هذا المتداول، ولكن أي شيء رسمي بعد ما وصلنا، لأنه بحسب البيان يلي صدر عن تجمع شركات التأمين بيقول حسب سعر الصرف يلي رح يحدد لاحقا من المصارف، يعني احنا بنعرف انه في قرار طلع من مصرف لبنان بيسمح للمودعين بالعملات الاجنبيه يسحبوا عملاتهم بالليره اللبنانيه على سعر السوق. نعم. وبالتالي عم بيقولوا تجمع شركات التامين انه هن بدهم يلحقوا هذا القرار. يعني شو البنك عم بيصرف للمواطن ودائعه بالعمله الاجنبيه رح يلحقوا هذا السعر.
نعم. يعني مبلشين ب 2600 ولكن ما بنعرف اذا بيقف 2600 مثل ما تفضلتي وقلتي اليوم وصل ل 3800 بالسوق السوداء. صحيح. يعني الله ينجينا اذا بيوصل لهذا المعدل كمان مع شركات التأمين. أكيد. يعني هون لكن نحن نطلب من هيئة الرقابة في وزارة الاقتصاد أنها تتدخل بهذا الموضوع مع جمعية شركات التأمين، أو يتم الاتفاق بوضع آلية محددة حتى كمان اللبنانيين ما يخسروا تأمينهم الصحي والاستشفائي، خصوصا بهالظرف هيدا العصيب. يعني هذا ظرف، يعني لأنه أنا بهذا المجال عندي خبرة واسعة، بأكد لك أنه المواطنين عم بيحكونا وتواصلنا مع كذا مواطن ما عندهم النية يجددوا، ما عندهم النية، يعني إذا عقدوا خلص وهو مسدده أو رح بيسدده ما عنده النية يجدد على سعر السوق السوداء. لهالدرجة رح تنقلب سلبا على شركات التأمين. يعني هني ما بعرف كيف بياخدوا هذا القرار ومش عارفين شو تداعياته. نقابة وسط التأمين عندها شي موقف بهذا الموضوع؟ يعني لحد هلا ما صدر أي بيان رسمي عن نقابة وسط التأمين. أنا بدي أشكرك وبدي أتمنى يكون في آلية، حتى برجع بقول يعني حتى ما تنعكس سلبا على استشفاء وصحة المواطن اللي اليوم كتير عم يهملوا صحتهم، ما عم بيروحوا عن طبيب، عم يهملوا صحتهم لأنه ما عندهم إمكانية. كان عندهم هذا التأمين وخصوصا التعاضدي، يعني في تأمين تعاضدي اليوم كتير مهم. يعني إذا بنوصل لهالمرحلة ما بعرف قدام اللبناني بعد يعني بده يخسر انه يقدر يستفيد من طبابه من استشفاء ما. شكرا لك سليمان حبيقه. طبعا احنا رح نتابع الحل عنا عبر الام تي في، واتصالاتكم على 04 444 4444. في اتصالات؟ الو الو، تفضل مدام ربيكا. نعم تفضل. انا سهيل المعبي، رئيس نقابة تجار الخضار والفاكهه بالفرع. ايه اهلا وسهلا فيك. وانت عارف انه اليوم ان شاء الله عبال كل سنه بكره ببلش رمضان. صحيح. والاسعار عم تغلى بشكل ما حدا متوقعه. نعم. السبب الاساسي لموضوع غلاء الاسعار حتى المواطن يعرف، يا تعرف، مش البائع اللي مفرى، سبب هذا التجار الجشعين اللي عم يسافروا لبرا لبضاعه بهيدي الايام. يعني كل يوم عندك اكثر من 20 30 براد بينطل من لبنان الى العراق وسوريا والاردن عبر المعابر الغير شرعيه. فأنا بتمنى على معالي وزير الزراعة هلأ عبرك أنت أنه يوقف موضوع التصدير، يلغي التصدير خلال هذا الشهر لتكتر البضاعة، لتعطي الناس ينزل سعرها، لأنه هذا عرض وطلب. لما بيسافروا البضاعة بتقل البضاعة بيغلى سعرها. فإذا بتريدي عبرك أنت بدي أطلب من معالي الوزير يلغي كل شيء اسمه تصدير لبرا خلال هذا الشهر لتقدر الناس تاكل. هيدي وحدة. الشغل الثاني معالي وزير الاقتصاد خلي يشرف يشغل الموظفين اللي عنده تعيين حماية المستهلك، وننزل احنا ويوم على الشارع. اي تاجر حتى لو كان من عندي من النقابة عم يخالف التسعيرة ويخالف هيدا يضربوا بيد من حديد عليه ويعملوا له محضر ويحاسبوه، لانه قوت الناس ما بهالشكل. هيدا اليوم كيلو الموز ب 3000، كيلو الفلايفلي ب 4000، كيلو البصل ب 3500. طيب منين المواطن بده ياكل يا عمي؟ كيس البطاطا البصريه ب 13000، نص طراب، يعني في بلبو 10 كيلو صار وزنه 5 كيلو. وفي شغله يعني انت بتعرف كل أربعة كان عم يصدر، يعني من اسبوعين وهذا الاسبوع عم يصدر لائحه بحد ادنى حد اقصى للاسعار خصوصا القضاء والفاكهه. هلا ما بعرف قد ايه عم بيصير في تقيد فيها. أنا لك شغلي رح حاول هلأ بالحلقة نتصل بمعالي وزير الزراعة لنشوف إذا رح يوقف التصدير، لشوف شو مصير هالحد الأدنى والأقصى، لأنه مش مسموح أنه تتحد. يعني بعد في المواطن عنده هالخضرة وهالفواكه اللي هي شغل أرضه، خلينا نقول شغل أرضه. أنا بعد عندك شيء بدك تقوله نقيب؟ بدي اقول لك شغلي. نعم. انت عم تقول حضرتك، عم اقول لك شغلي وحدي، انه كمان وزاره الاقتصاد عليها دور. أكيد. لازم تنزل وتحاسب 100%. حتى عم اقول لك لو كنت انا عم خالف بدي اياها تحاسبني، بدها تحاسب كل الناس. هذا قوت الناس، ما فينا نتركهم بهالظرف هذا اللي عم تمر فيه البلد وكل واقفين عم نتفرج. انت عم تقولي لي هلا في لجنه موضوعيه عم تطلع بتروح تجري الجمله، بقول لك روح اشتري من عند الوزير. ما هيك هذا اللي بدي لك إيه، يعني بدي أقول لهم روح اشتروا من التلفزيون ولا اشتروا من عند الوزير ولا من وسائل الإعلام اللي عم تحكي بهذا الموضوع. مع العلم أنه يعني اللي صار بكرتونة البيض أنه قال لهم الوزير الاقتصاد قاطعوا البيض،
طيب إذا قطعنا الخضرة وقطعنا الفواكه وقطعنا، طيب بعدين المواطن بالنتيجة شو بيعمل؟ أنا على كل حال نقيب رح حاول هلأ خلال الحلقة تواصل إن شاء الله مع الوزيرين، مين بقدر ألقط منهم لشوف كيف ممكن وضع حد لهذا الموضوع. وأكيد المواطن خفير يعني مفروض يبلغ لما عم بيشوف في أسعار تفوق السعر يعني المحمول المقبول. شكرا لك نقيب. نحن عنا فاصل وبعده منتابع. نتابع الحل عنا عبر الـ MTV اتصالاتكم على 04-444-444. بدقول أنه مش بس بأسعار الخضار والفاكهة مرتفعة، بدقول كمان بأسعار كمان المواد الغذائية الأساسية يلي هي سلة غذائية، هي مفروض تكون مدعومة للمواطن اللبناني. والمفارقة أنه مرات إذا أخذنا حليب مجفف في لبنان عم بيكون سعره أغلى من الحليب المجفف يلي عم يجي من برا، أو إذا كان في ستوك بعده بلبنان. من هون المطلوب إذا بدنا نشجع الصناعة اللبنانية والإنتاج اللبناني مفروض كمان إعادة النظر بكل الأسعار يلي عم بتكون بالسوبر ماركت أو بالدكاكين يلي هي متفاوتة بين منطقة وأخرى. في اتصال. ألو. ألو. إيه أهلا مسيو، تفضل. بونجور ست ربيكا. بونجور، اهلا. نشكر ربنا انه عنا ام تي في وعنا حل عنا. اهلا فيك، تفضل شو عندك ست ربيكا. نحن عنا الشارع بزوق مكيل بسموه شارع الخندق. نعم. نفس البروجكتورات مش عم بيضوي البلديه يعني. نعم. يعني بدك تقولي شيء 4-5 عواميد مش عم بيضوي ورا بعضهم. لهم زمان؟ يعني يومين. ايه قبل الكورونا حكيناهم قالوا نجي منظبط، ما حدا اجى، وعم ندق لهم وما حدا عم بيرد علينا. ما من يومين سرق لنا بسكليت من باركينج. وعندنا كاميرات بس ما بيلقطوا لانه عتمي على الاخر الحي. نعم. يعني نحن رح نحكي مع بلديه زوق مكيل بهذا الموضوع. اهلا وسهلا فيك. كمان امبارح وردني انه كمان ما في اناره ببيروت بكراكول دروس وصولا لسان جوزيف، كمان الناس هنيك عم بتطالب كمان باناره عامه لانه ما في. اليوم هي الاناره خصوصا بالليل هي للامن، لأنه الناس خايفة من السرقات، مثل ما عم بقول صديقنا اللي اتصل فينا هلأ من سوق مكيل، كتير مهم يكون في عنا إنارة بالليل حتى الناس يكون عندها اطمئنان أكتر خصوصا بهالظروف هيدي. باخد اتصال تاني. ألو. ألو، بونجور. بونجور، أعطيك العافية مدام ربكة. أهلا فيك، تفضل. نحكيك من منطقة النعمة، حارة النعمة، معك عصام ظاهر. أهلا أستاذ عصام، تفضل. أهلا فيك. بس بدي أحكي حضرتك بخصوص المدارس الخاصة والسلطة بعتولنا أنه بدن سلطة الثانوية. نعم. وحضرتك عارفة الوضع البلد والكورونا والمعيشة والشغل وما حدا عم يشتغل، والمدارس كلها وقفت من شهرين وعم بيطالبوا الأهالي أنه يدفعوا. نعم. لألك بهذا الموضوع، يعني هن الأهالي عم بيطالبوا إنه القادر يدفع يدفع، الإدارات عم تطلب من الأهالي حتى يقدروا يأمنوا معاشات رواتب المعلمين الأساتذة. هلأ ما بعرف إذا المدارس بالمنطقة عندكم عم تتواصل مع طلابها بواسطة عن بعد أو الأونلاين، يعني هذا موضوع بتمنى أسبوع الجاي نقدر ندوي عليه أكتر لنشوف كيف بده يستمر دفع للأساتذة بالوقت ذاته، كمان معرفة مصير المدارس السنة الدراسية. إن شاء الله الأسبوع الجاي بتبين أكتر ومنعطيكم أجوبة، إن شاء الله يكون في أجوبة صريحة للأهالي يعرف كيف بدهم يتصرفوا. باخد اتصال كمان. ألو. 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 ما في أي اتصال. بكل الحالات يعني إحنا عم نحاول اتصال بوزير الزراعة أو بوزير الاقتصاد حتى نوصل لهم أكيد، بس ما عم بيردوا مثل ما عم بيقولوا لي الظاهر على الرقمين، ما عم بيردوا لا رقم للوزير. ما بعرف إذا منجرب المدراء العامين كمان إذا بيقدروا يساعدونا. بكل الحالات اليوم نحن موجه لهم نداء. ألو. ألو، يعطيك العافية. أهلين مدام ربيكا. نعم. عم بحكي معك بخصوص في مثل شكوتين، اول شكوى من بالفنار. اي نعم. مدخل الفنار من حيز عيترية.
نعم. صار طالع 5-6 خيام. الخيام هيدي عم تلم كل شيء في كسر، بلاستيك وحديد والقصص على الميلتين. أول شيء عامل خيام مش شرعية، ثاني شيء صار منظر كثير كثير ما بيصفى. والأسبوع الماضي جاي فرامي للبلاستيك، الفرامي بشغلها ساعة البد وبدورها ساعة البد. اخذين رخصية على البلدية عند علم؟ ما بنعرف مين بدنا نراجع، أو المغفر أو البلدية. حكيتوا حدا منهم؟ أول شغلي. حكيتوا المغفر أو البلدية؟ لا ما حكينا، عاملين على حجر وما فيش معي أرام تليفونات. هلا المغفر أكيد 112، 112 بيقدر يساعدك، هلا البلدية الفنار هلا مش متوفرة قدامي، بس نحن رح نحكي مع البلدية بهذا الموضوع. شو الشغلة الثانية اللي بكتولها كمان؟ بنفس الشارع لحد معمل البلاط. نعم. كان في خيمة التنك. نعم. الخيمة التنك اليوم صاروا 6 خيام. بكرة بصير عندنا مخيم هون. هالمخيم هذا بلش وهلا تبين آثاره، يعني بلش كبوا كياس زبالة بقلب الحرش والقصص. هذا حرش تابع للمونستال وتابع لكلية الشرق الأوسط. أوكي. وهلا عم يفتحوا طرقات بين البيوت حد بعضهم وعم بيحطوا أساطر، بيمدوا مجارير على النهر. هلا يعني بكره بتصير عندنا مخيم كثير كبير وما بنعيش فينا لليوم. بس هيدا المخيم انت عم بتقلي عم بحطوا فيه كسر وشي هيك مش هيك؟ لا هيدا غيره لقدام شي 200 متر حد معمل البلاط. اوكي. طيب ما بعرف وين عين بلديه الفنار لانه رئيسها جورج سلامه ما بيهدى، هيدا اللي بعرفه عنه. هلا خليني شوف كيف انا انتبعها معهم لنعرف شو قضية، اذا في رخصة مين عم يشتغل واسبابها. معك حق، بس انا اذا بدك تحكي الدرك على 112 هلأ مش قدامي رقم هاتف بلدية الفنار صراحة، ولا هاتف رئيس البلدية منهم قدامي هلأ تعطيكيهم. باخد كمان اتصال. يعني الناس مفتكرة اذا في حجز منزلي انه بيقدروا هيك تفوت الفوضى وكل من ايده إله، يعني لا ما بيصير، مش مفروض ابدا. هذا الوباء اكيد نحن ان شاء الله بنطلع منه بسرعه، الامور بدها تنتظم، القانون قانون وما في شيء بيتغير اطلاقا، يعني ما في استغلال، مش مفروض يكون في استغلال لاي واقع اطلاقا. في اتصال. الو. الو مرحبا. مرحبا، كيفك مدام؟ الحمد لله. معك محي الدين مراكمجي من بيروت. اهلا استاذ محي الدين. كنت بدي بس ضوي على الشغل، يعملي معروف بعرف انتم الام تي في بتضوي على اشياء كثيره. نعم. نحن قويت امبارح، نحن قويت امبارح وزعوا مصاري 400,000 تول الدوله. رحنا على المدرسه بقى وقفنا 4 ساعات برا برات المدرسه، لاجا دورنا بعد 4 ساعات، فتنا على المدرسه لجوا قعدنا على الكراسي 3 ساعات، بعد 3 ساعات قال وقفوا دفع. إنه له شو السبب؟ ساعة يقولوا إنه بطل فيه مصاري، ساعة يقولوا إنه ما بعرف شو في مشكلة، آخر شيء بإنه إنه ندقوا المخابرات قالوا لهم وقفوا دفع. بقى أنتوا أهالي الطلاب المدارس الرسمية؟ نعم. هلا في ناس قبضت، في شو 40-50 واحد قبضوا، في برا كان في بعد شو 40-50 واحد. آخر شيء قالوا لنا إذا رجعوا بدي يعملوا تحقيق مرة ثانية، يا اما بدقولكم يا اما ما نحن ما خصنا ما بنعرف شو بدنا نعمل. انا سؤالي لك الموضوع اكيد، بس عندي سؤال، انتم دقولكم لتروحوا يا ما رحتوا تلقائيا لما قالوا تفضلوا، دقولكم شخصيا ولا رحتوا لما نعرفتوا؟ كيف صار اتصال فيكم؟ لا ليك شو صار، هلا انا كل اللي كانوا دقيلهم، عرفتي؟ اوكي. حدثك منهم؟ كانوا دقيلهم على بالنا انه هي شغلت من مثلا من ال 11 لل 11 ونص ترمك، يعني قعدنا 7 ساعات، العالم محترق بينا كلنا، بلا اكل بلا شرب بلا شيء، صدقيني يا مني. لا معك حق، نحن صراحة ما طلع شيء رسمي عن قيادة الجيش أو عن وزارة الشؤون أو عن خلية الأزمة، يعني اللي هي اليوم عم تشتغل على التدقيق بالاستمارات وبالوقت اللي قالوا كل أهالي طلاب المدارس الرسمية حكما بلش التوزيع. خلينا نشوف شو فينا نعرف بهذا الموضوع، أكيد بنعطيكم جواب. ما بعرف إذا بقدر طلع صورة اليوم ولا لا، ولكن طبعا مع رمضان أنا بدي أتمنى صيام مبارك لكل الصائمين، وعلى أمل مع انتهاء كل الأوبئة وخصوصا الكورونا. إلى اللقاء بكرة مع الحال عنا MTV.